ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، يا محمد ابن عبد الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان. سادتي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأصبر الصابرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام: لا صلاة لمن سمع النداء إلا في المسجد. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور. نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. مسألة فقهية مرتبطة بالصيام قد تكون بعض الأحيان موضع ابتلاء. أخذ الدم أو إخراج الدم من الجسم ليس من الأمور المفطرة والتي توجب الإفطار،
بأي كيفية كانت إذا أخرج الإنسان من جسمه وجسده دما فلا يفطر، وله مصادق كثيرة. مثلا إنسان قالوا له تعال نبغى ناخذ منك دم للتحليل ونشوف الدم مالك مثلا، فأخذوا منه دم، هذا لا يفطر لا يؤثر. أو إنسان مثلا راح المستشفى راسي وجعني كذا، قالوا له أنت تحتاج أن تتبرع بالدم، يكون ناس كذي يتبرعون وفترة ساعات ما يتبرع، يصير عنده دورة في الراس كذا، فيأخذوا من عنده شنو دم للتبرع، فإذا أخذوا من عنده دم هم ما يأثر. بل أنه حتى وضع الدم في الجسم ليس من المفطرات، وإن كان في جنبه اختلف فيها الفقهاء. يعني مثلا إنسان لو دم قاصر وحطوا إليه دم هذا ما يفطر. أو مثلا إنسان يبغى يسوي غسيل معدة، مريض شاف الله جميع المؤمنين والمؤمنات، لأن غسيل المعدة شنو يسوون له؟ غسيل معدة مو يطلعون معدة يغسلونها، غسيل معدة يعني يسحبون دم من جهة ويغسلونه يصفونه، يعيدون باصطلاحنا يعيدون تكريره مرة ثانية وردون شنو يضخونه، فعملية سحب ودفع مرة ثانية. كل العلماء يقولون لا يؤثر. نعم إذا وضعوا في الدم شيء من الأملاح والفيتامينات والتقوية، هني اختلفوا الفقهاء في الإفطار، مو في أصل شنو وضع الدم. قالوا لأن الدم وضع فيه أملاح وضع فيه فيتامينات تقوية، هني اختلفوا. فبعضهم مثل السيد الخامنئي قال يفطر احتياط وجوب عنده، السيد السيستاني قال ما يفطر لأنه ليس بأكل، فاختلاف. لكن محل المسألة أصل الدم إخراجه ضخة ليس من المفطرات ولا يؤثر في الصيام. أما بالنسبة إلى الموضوع، أنا أريد أبين نقطة واحدة، نقطة مهمة ولطيفة هي أيضا، لكن من خلال شيء متسلسل. الأمر الأول، الجميع يعلم أنه إحنا في حياتنا بأكملها تكون خاضعة إلى الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة المشهورة المعروفة، وهي الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح. هذه الحياة نعم تقوم ماذا؟ تقوم على هذا الأساس. كل أمورنا وكل أفعالنا كل حركاتنا إنما تكون خاضعة لشنو؟ لحكم من هذه الأحكام. ولا تخرج جميع أمورنا وحركاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نعم وغيرها، عن هذه الأمور. أي أمر صغير كبير خطير غير خطير كلها خاضعة إلى هذه الأحكام. بل أن المسألة الواحدة قضية من القضايا قد تكون ماذا في آن من الآنات حرام، وهي بحد ذاتها في وقت من الأوقات نعم الأخرى تكون شنو؟ تكون واجب، وهذا حسب طبيعة ماذا؟ طبيعة الأجواء. فأقول طبيعة العمل في القضايا، حتى القضايا السياسية، حتى القضايا السياسية قد بعض الأحيان تكون ماذا؟ تكون واجبة، بعض الأحيان تكون شنو؟ تكون حرام. ولذلك أن إحنا
ما علينا من النشاز اللي بعض الأحيان أنتم تسمعون دول علمانيين وغيرهم وحكوميين في البحرين أو غير البحرين، إلين في انتخابات أو شيء دائما وأبدا يخافون، قالوا شوف حين العلماء بيجيرونها بيقولون ها الدخول في الانتخابات وبهالطريقة واجب. ليش مو مشكلة يعني أن يكون واجب لقضية من القضايا يصير واجب؟ ولذلك احنا الآن تسمعون انتم في الانتخابات في إيران واجب، إلى درجة أن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول واجب شرعا الحضور. ليش ما يصير واجب يا أخي؟ إذا مثلا الجمهورية الإسلامية تمثل القوة اليوم والأعداء أمريكا وغير أمريكا ينظرون إلى هذه الانتخابات يبغون يضعفونها، ألا يكون الحضور واجب؟ شرعا يكون واجب، ليش ما يكون واجب؟ وحتى انت هني في البحرين هذا في الأمور بعض الأحيان يكون الدخول واجب وبعض الأحيان يكون حرام، بس تشخيصه مو بيدي أنا ولا بيدك، التشخيص بيد العلماء الحكم الشرعي. أنا أجيب لك مثال، خل أكون صريح، الآن عندنا محكمة جعفرية ليعلم الجميع دخول في المحكمة الشرعية قاضي منه ومن نفسه ما يجوز. يعني لو مثلا اتصلوا بيني يا منير معتوق نبغاك تصير قاضي، سيدة أركض روح ارجع للفقهاء شو شنو يقولون في المسألة، تحتاج إلى إجازة فقيه. ولذلك الآن مثلا بعضهم يدخلون بعدين يروح يدور إجازة، يقول على الأقل خل ألبوق إيه 1500 2000 دينار، يقول خل ألبوق وبعدين بدور إجازة. لكن هو يعرف أنه لا يمكن أن يدخل إلا بإجازة فقيه، هذا واقع ترى. الله يرحمه وغمد روح الجنة الأب الوالد الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه، كان في القضاة بس أخذ أول شيء أخذ إجازة من الشيخ محمد أمين زين الدين. ما يصير أنت، وبعض الأحيان يكون واجب واجب. أنا لا أريد أن أقول أنه دائما لا حرام، لا بعض الأحيان يصير واجب، تشخيص واجب، هاي مسألة واحدة. ماي شوف كيف الأحكام الشرعية، ماي هذا ماي تشربه مباح، لكن هذا الماي ساعات تقلبه أنت إلى شنو؟ إلى مستحب، تشرب ماي وتتذكر عطش الحسين، فانقلب المباح إلى شنو؟ إلى مستحب. وبعض الأحيان يصير لا، تقول أنا أبغى أقلبه إلى واجب، يصير وجوب، يصير كأن يكون إنسان في الصحراء وبيموت وحصل ماي، يقول لا يجب عليك أن تشرب هذا الماء، قال أخاف مال واحد، لا ما في مال واحد، بتنقذ نفسك أنت. ولذلك كل الأمور أيها الأحبة خاضعة لهذه شنو؟ الأحكام الخمسة. زين حركتنا في البيت مع الزوجة مع الأطفال، يعني لنعلم نحن أننا في دائرة اسمها دائرة الحكم الشرعي، هاي الدنيا كلها تدور مدار الأحكام الشرعية. اثنين، نقطة ثانية، أهل البيت حثونا حثا كبيرا جدا ومهما على الأحكام الشرعية بشكل عام، وأيضا حثونا على الاستحبابات الشرعية، أن احنا ما نتهاون في المستحب، بل علينا بقدر الأمكان أن نأتي بالأمور الاستحبابية، بحيث أن البعض لا يتهاون يقول والله هذا اللي مستحب لا تركه. لا، المستحبات بشكل عام، وهذه كلمة مهمة جدا، قد تكون، أقول قد تكون مؤثرة في القرب الإلهي أكثر من الواجب. الآن أنت مو ألا تريد أن تتقرب إلى الله؟ تريد أن تتقرب إلى الله، فيصلي إنسان الواجبة ظهر صلاة مثلا،
عصر مغرب عشاء شيء جيد، لكن للعلم أن الذي يوصلك إلى القرب الإلهي حقيقة مو الواجب لوحده، وإنما يتعاضد مع المستحب. لا تقول إن هذا والله مستحب، أنا لو تركته صحيح، لو تركته ما يضر، لكنه سوف يضر بالقضية المعنوية، سوف يضر بالقضية القربية إلى الله عز وجل. أنك تريد أن تتقرب إلى الله، الذي يؤثر في التقرب، وارجع للسيد الخميني على الله مقامه في عدة موارد، مو بس هو، كثير من العلماء يذكرون أن قضية الاستحباب إليها آثار كثيرة. خب من ضمن آثارها يقولون أنه المحافظة على الواجب، وهذا معلوم لدى الجميع، أنه أنت لا تترك المستحب، لأن لأن تركت المستحب بعدين يؤدي إلى ترك شنو؟ الواجب. لا تتهاون في المستحب، حتى مسألة الواجب لا تتهاون فيه، لكن في شيء غير، شيء أن هذا المستحب من شأنه أن يسرع بك في القرب إلى الله، وهذه إليها نظرة وفلسفة لطيفة جدا. الحين مثلا خذ الزوج الزوجة، ويمكن هذا المثال أنا قبل جبت ضربت المثال، زوج زوجة، الحين شنو يجب على الزوجة كوجوب وكحق عليها اتجاه الزوج؟ يقولون شنو؟ حق الفراش، أنه يجب عليها أن تهيئ نفسها إلى زوجها متى ما أراد. وعندنا روايات فيها يمكن فيها نوع من المبالغة، لكن حتى تبين أهمية شنو هذا الواجب. زين، بقية الواجبات أو بقية الأمور في داخل البيت، هل هي حقوق للزوج على الزوجة؟ كلا. هل هي أمور واجبة على الزوجة؟ كلا. كل الأمور وش ما بتتصور أنت مو واجب، أي أمر من الأمور مو واجب، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، بس ما في واجب على المرأة اتجاه الزوج كحق إلا حق الاستمتاع. كذلك الزوج يجب عليه النفقة، ويجب عليه السكن كوجوب وكحق، ويجب عليه أيضا ماذا؟ أن لا يمانع مباشرة زوجته إلى حد معين. طيب، غير هذا ما في، بس تعتقدون هل الترابط بين الزوج والزوجة يقوم على هذا الواجب، يقوم على هذا الحد الصغير؟ لا، علاقة الزوجية واسعة كبيرة، علاقتك أنت مع الله عز وجل أيها الأحبة لا تكون من خلال الواجب فقط، أصلي الواجب وانتهى، لا، وإنما عليك أن تبادر في القضايا الاستحبابية ولا تقصر فيها. من هنا فإن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد حثونا على شنو؟ على الأمور الاستحبابية. روايات، خذ زيارة الحسين، عطني في زيارة الحسين واجبة بالشكل الفقهي؟ لا، ما في عندنا لا عاشوراء ولا الأربعين ولا ليلة القدر غدا ليلة غد، هاي كل أمور مو واجبة علينا، لكن مع ذلك انظر الحث على زيارة أبي عبد الله. خذ مثلا كثير من الأمور من ضمنها ليلة غد، افترضوا ليلة القدر المشهور في الروايات أن ليلة 23 المتأمل أن تكون ليلة شنو؟ ليلة القدر. وليلة غد سوف ترى الحضور والكثافة في المساجد وفي الحسينيات بكثافة كبيرة جدا، بحيث أن بعض المساجد ما تشيل من كثرة شنو؟ المصلين والمحيين. بس السؤال، أهذا واجب؟ هل ليلة الإحياء، إحياء ليلة القدر واجب؟ لا، ليس واجب، مو واجب، ولكن مع ذلك سوف ترى الناس كيف يقبلون، نعم، بقلوب صافية مهيئة في ليلة القدر. وهي بين قوسين، خب ليلة القدر احنا عندنا في السنة
الميلادية متى تبدأ؟ تاريخ 1/1 السنة الميلادية، والسنة الهجرية تبدأ 1 محرم، والسنة الإيرانية الشمسية إليهم بعد ماذا؟ وقت معين. فكل سنة إليها وقت معين. هذا عند من؟ عند الناس بشكل عام اللي نسميها احنا نعم السنوات البشرية، الميلادي إلى وقت والهجري والشمسي. ناس واجد يسألون السنة الإلهية متى تبدأ؟ ليلة القدر، سنة السماء، في السماء الليلة تبدأ أو السنة تبدأ متى؟ ليلة القدر. ولذلك لأن احنا ما تلاحظون في الأدعية أنه عليك أن تدعو بالرزق، تهيئ رزقك، تدعو بطولة العمر. زين تدعو متى؟ يقول من هالسنة إلى السنة الجاية، يعني أنه تدعو في إطالة عمرك، في رزقك، إلى مدة شنو؟ سنة. زين سنة أي سنة؟ هاي مو سنتنا احنا، السنة الإلهية، لأن السنة الإلهية في السماء تبدأ من ليلة القدر. ولذلك في ليلة 23 مثلا إذا هي ليلة القدر أنت تبدأ وتدعو إلى سنة الجاية 23، يكون الله يحفظك، الله يرزقك، الله يوسع عليك من رزقك، الله نعم ينتقم من الظالمين، وتدعو أنت هاي السنة الإلهية. ولذلك هذه الأمور مطلوب من الإنسان أن يتعامل معها. خب من ضمن الأمور هي قضايا عبادية يومية وهي صلاة الجماعة. حديثي مو في صلاة الجماعة، قلت لك هذا الكلام كله مقدمات إن شاء الله مفيدة هم حق نقطة مهمة، صلاة الجماعة. عجيب حث في الروايات عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة مميزة في الروايات من جهتين، من جهة البعث تبعثنا، نعم تشجعنا تأمرنا، وفي روايات لا تزجرنا تخوفنا تنهان على عدم الحضور. أعوذ بالله من قولة، أنا كتبت كتاب كتيب في صلاة الجماعة بيّنت فيه كثير من الأمور عن أهمية صلاة الجماعة. أهل البيت شنو دورهم؟ أهل البيت يحثون الناس، مو صحيح من الروايات بما فيهم الرسول الأعظم، يحثون على صلاة الجماعة، احضروا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها خيرات، فيها بركات في الدنيا والآخرة، كل أهل البيت. زين إذا أهل البيت يحثوننا على حضور صلاة الجماعة، وأنا شفت روايات لا سيما صلاة الصبح فإن فيها غيظ المنافقين، صلاة الصبح إذا أهل البيت يحثوننا على الصلاة ويقولون لنا روح الصلاة، صلاة الجماعة لا تتركونها، حافظوا عليها، هل يعقل أن أهل البيت لا يلتزمون بذلك والعياذ بالله؟ معقول؟ قطعا لا، الجواب لا. إذا أهل البيت، لأنه لا تقولوا ما لا تفعلون، أهل البيت كلهم يحثون على صلاة الجماعة، يحثون على الذهاب طبعا مع الشروط والأمور. طيب السؤال، هل يعقل أن الإمام الحسن والحسين لم يحضروا صلاة الجماعة مع أمير المؤمنين في يوم 19 الفجر؟ كيف؟ جاي معنا. أولا شو بعض الخطباء، يمكن أنتوا سمعتوا وأنا سمعت أنه لما يصعدون على المنبر يصورون لنا الصورة بهالكيفية، وأتذكر حتى من زمان وإحنا شباب كذي نسمعها، يقولون أن علي بن أبي طالب قد خرج إلى المسجد وأذن الأذان، أخذ نعم يوقظ الناس، هاي صحيح،
ثم أنه جاء إلى الصلاة واصطفت الصفوف شنو من خلف، أنا سمعت واجد كذي، وأنه اصطفت الصفوف من خلفه وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، وجاء عبد الرحمن بن ملجم وقف عند الأسطوانة، ولما أمير المؤمنين سجد إلى الصلاة سجد السجدة الأولى فرفع رأسه فهوى عليه اللعين وضربه على رأسه. فصوروا لنا، لا أقول الكل بس في مجموعة صوروا لنا، أن علي بن أبي طالب ضرب في صلاة شنو؟ في صلاة الصبح الواجبة. زين، الإمام الحسن وين؟ ما في أحد من العلماء والخطباء يقول أن الإمام الحسن والحسين كانوا في وين؟ في المسجد. كلهم يقولون أنه لما سمعوا نداء جبرائيل هرعوا إلى وين؟ إلى المسجد. جبرائيل نادى تهدمت والله أركان الهدى، وطلع الإمام الحسن والحسين من البيت وتوجه إلى وين؟ إلى المسجد. هاي سمعتونها الولاء؟ أنا واحد سمعتها حتى إلى هالسنة، للأسف أقول واحد من الأخوة اتصل وقال شيخنا أنا سمعت خطيب يقول هالشكل ومي جاية في راسي. أنا سألته قلت له ليش؟ قال ما يصير علي بن أبي طالب يصلي صلاة جماعة في المسجد والإمام الحسن والحسين قاعد وين؟ في البيت. يصير يعني تقبلونها؟ ما يصير. في حق علي بن أبي طالب ما يصير، في حق الإمام الحسن والحسين ما يصير. ولا شفت رواية أنا أن الإمام الحسن والحسين أرادا أن يذهبا إلى الصلاة ومنعهم علي بن أبي طالب؟ ما يصير. إذن الصحيح شنو؟ الصحيح أن علي بن أبي طالب لما ضرب نعم في صلاة، مو صلاة الصبح أي واحد، وإنما صلاة شنو؟ النافلة. ومعلوم لدى الجميع أن صلاة نافلة الصبح وصلاة الفجر متى تكون وقتها؟ بحسب الأمر الطبيعي قبل دخول الوقت، لو عقب دخول الوقت، عقب دخول الوقت يعني عقب ما يأذن المؤذن نقدر نصلي صلاة شنو؟ الفجر. إلا في حالة إذا واحد صلى صلاة الليل وأراد بعد صلاة الليل أن يشبك صلاة الفجر ويا صلاة الليل، قالوا للفقهاء ما يخالف، لأن كرامة لك أنت مصلي صلاة الليل إحنا بنسمح لك أن تقدم شنو؟ صلاة الفجر عن وقتها. وإلا لو إنسان ما صلى صلاة ليل نقول له انتظر بأذن لأن أذن صل شنو؟ صلاة الفجر. أمير المؤمنين لما جاء إلى المحراب لم يباشر بصلاة الفجر مباشرة، وإنما يصلي صلاة شنو؟ النافلة. وهذا هو الصحيح. وفي أثناء النافلة جاء الملعون حيث الناس مشتغلين، أيضا الناس مشتغلين كل واحد هم يصلي، لاحظ علي بن أبي طالب يصلي صلاة النافلة، فجاء الملعون وضرب أمير المؤمنين. في هالحالة، في هالحالة الإمام الحسن والحسن والحسين وين؟ في البيت صحيح، بس مو نايمين حبيبي، لا، إمام الحسن والحسين أيضا يصلون صلاة الليل ويتعبدون ويقرؤون القرآن. بس هذا هو المعتقد اللي لازم يصير عند كل واحد شيعي، أن الإمام الحسن والحسين في كل ليلة من شهر رمضان إذا أذن أمير المؤمنين عليه السلام ها يهيئون أنفسهم للذهاب إلى وين؟ إلى المسجد. بس سبحان الله، بس نزل علي بن أبي طالب جاء إلى المحراب بينما هو في صلاة النافلة على ما يجتمع المسلمين، وإذا نعم بن ملجم سبقهم بضربة علي بن أبي طالب. والصحيح إذن أن الحسن والحسين لا يتهاونون في الاستحباب وفي صلاة الجماعة، حتى يتصور البعض أن علي بن أبي طالب يصلي صلاة الصبح
جماعة والحسن والحسين قاعدين في البيت. لا حبيبي لا لا، لا يصير عندك اشتباه ولا يصير عندك شك، وهذا من الأخطاء التي لا بد أن نلتفت إليها. على أنه على أن موجود رواية، شنو هالرواية؟ الرواية التي تقول أن الإمام الحسن، أو موجود قول خلنا صح التعبير، أن الإمام الحسن أساساً لم يكن موجود في الكوفة، وإنما كان موجوداً في وين؟ في النخيلة. هاي النخيلة فيها معسكر لمن؟ لأمير المؤمنين. وكان أمير المؤمنين يهيئ نفسه لحرب معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية قد خرج على إمام زمانه وله راضي يتنحى عن الولاية، فمن حق علي بن أبي طالب أن يحاربه، فموجود معسكر هناك. فبعضهم قال أن الحسن موجود في وين؟ في النخيلة. الآن هذا القول قد ما يقبل ناس كثير، يقول له موجود موجود في الكوفة، بس مع وجوده مو أنه موجود في البيت، لكن مو أن الإمام أمير المؤمنين صلى صلاة الصبح يكون هذا معلوم وهو مستحب عظيم. فأولى بأهل البيت أن يلتزموا به، وقد حثنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الأمر لذكر النبي صلوا عليه ثلاثا. نعم، حتى ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبقي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال بالأحرى، ليلة 19 ضرب في الفجر، وبقي ليلة 20 من شهر رمضان، وفي ليلة 21 دفن أمير المؤمنين عليه السلام. لكن كيف دفن؟ يقول محمد بن الحنفية: لما قبض أبي أمير المؤمنين عليه السلام، قام أخي الإمام الحسن بتجهيزه ونحن معه حتى غسله وكفنه ووضعه في السرير، فلما وضعنا أمير المؤمنين في سريره وإذا بنا نرى مقدم السرير قد ارتفع لوحده، يعني ملائكة نزلت، جبرائيل نزل، ميكائيل نزل، عزرائيل نزل، جميع الملائكة نزلوا لتشييع أمير المؤمنين. يقول: فلما ارتفع المقدم رفعنا نحن المؤخر، عند ذلك تحرك السرير هذا، وزينب العقيلة تنظر إلى ذلك السرير، وإذا بالسرير قد تحرك قليلا، وإذا بزينب نادت وصرخت وأبتا وعليا، أخذت تنادي: بل عليكم بل عليكم يا التشيعون، ابن عشبونه وين تردون؟ انت وين رايحين؟ الى اين تذهبون؟ اويلي بل عليكم يا التشيعون، ابن عشبونه وين تردون؟ إن كان نيتكم تدفنون، خلوا أبونا يلتحبون،
يا والله خلوا ابونا يا يلتحبون اولي حتى نودع نور العيون عقب اليتامى وين يرحون أين يذهب اليتامى؟ يقول محمد احنا الليلة ليلة الدفن. يقول محمد نعم فمشينا السرير يمشي نعم ونحن من خلفه حتى وصلنا إلى ظهر الكوفة وهو النجف الأشرف. يقول وإذا بمقدم السرير قد وضع على الأرض فوضعنا نحن مؤخر السرير. عند ذلك تقدم الإمام الحسن وصلى وكبر سبعا كما قال له أبي أمير المؤمنين، فإن ذلك لا يحل إلا عليه وعلى ولد وعلى رجل من ولد أخيه الحسين يخرج في آخر الزمان اسمه المهدي بن الحسن. آجركم الله. يقول لما انتهينا من الصلاة أزحنا السرير وكشفنا التراب فرأينا قبرا محفورا ولحدا ملحودا وساجة منقورة قد كتب عليها هذا ما ادخره نبي الله نوح إلى العبد الصالح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم أنزلنا أمير المؤمنين في قبره وأهلنا التراب، لكن رجعنا إلى البيت وإذا بزينب نادت وأبتاه وعليا كأني بها خاطبت الحسن والحسين ونادت أبا محمد أبا عبد الله هل هانت أنفسكم أن تهيل التراب على أمير المؤمنين؟ هل هانت أنفسكم أن تدفنوا أباكم علي؟ لكن نظرت إلى الأيام الآتية كيف تكون خالية من علي بن أبي طالب، وإذا بلسان حالها نادت العيد مجبل والحزن زايد علي، عاينت دار المرتضى من خلي، فقد الأبون غص علينا بهالسنة العيد ومن الصبح باكر علي أحزاني تزيد، نبكي ونلطم والبكي واللطم ما يفيد، نشبت مخالب هاب حشاشتنا المنية، محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العام ورفرف عليهم بالهنا طير السعى اطيب القلب وتصير عيشتهم هني، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر خلانا
وصرنا بعد هيتا وافراحنا راحت وصار العيد في الشام باكر الناس معيده واحنا بعزي باكر يا خوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد بعد لا تطلعوا واعلام سود على المنازل نشروا لا اريد احد من هالبلد يجري علي لطمية دقيقتين فقط ما اريد العيد من بعدك يا علي ما اريد العيد ما اريد العيد من بعدك يا علي ما اريد العيد هذا المستهل آه ما اريد العيد من بعدك يا علي ما اريد العيد صوتك ما اريد ما اريد العيد ما اريد العيد زينب تنادي يا ابويا منين هالضربه علينا الله لا يقول يا ابويا تغيب عنا يا والينا ما نريد نعيد ايتام العدو يشمت علينا يا محلى العيد بوجودك يا علي يا محلى العيد نلبس الجديد ودونك يا الوالي ما اريد العيد ما اريد العيد من بعدك يا علي ما اريد العيد صوتك ما ما اريد العيد يا علي لنهب الصيحات من داخل الغرفة الحيدرية لنهب الصيحات من داخل الغرفة الحيدرية الله يعظم أجرهم بالواصي خير البارية وشهيقت زينب ونادت ظلمة يا بها العاشية ما تمم لصيام ابو اليمة علي ما اريد العيد ما تمم لصيام ابو اليمة علي ما اريد العيد ما اريد العيد من بعدك يا ما اريد العيد يا علي ضجت الكوفة بأهلها بالبواكي والنوايا كل من ينادي يا حيدر عنا قبل العيد رايح يلي خليت العدل والدين في دولتك راجي أوحشت الناس يا حيدر بالراحيل من قرب العيد كل مسلم صاح بعد حام الدخيل ما اريد العيد كل مسلم صاح بعد حام الدخيل ما اريد العيد ما اريد العيد من بعدك يا نعم
عيد ما اريد العيد. إلهي بحق أمير المؤمنين وبحق هذه الليلة العظيمة وهذه الأيام وبحق ليالي القدر، اللهم أرنا ذلا عاجلا في أعدائنا، اللهم انتقم لنا ممن هتك حرماتنا، اللهم انتقم لنا ممن ظلم شعبنا.